يا صباح الخير على حضراتكم، لسه مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا من قمة المناخ هنا في شرم الشيخ أرض السلام لليوم الخامس على التوالي. الحقيقة أنه الحديث عن التمويل حديث غاية في الأهمية، وإحنا يعني بنتكلم أنه قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والجميع يعول على هذا وإنقاذ العالم من أثر التغيرات المناخية، إنقاذ الدول النامية اللي يعني بتسبب تقريبا 3% من هذه الانبعاثات وبتدفع ثمن يعني انه الدول الصناعية، احنا بنتكلم على 20 دولة تقريبا بتسبب 80% من هذه الانبعاثات وتسبب التغير المناخي. والحقيقة انه الكل بيعول على قمة المناخ لتنفيذ هذه التعهدات. ويمكن لو نعود لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة المناخ وحديث سيادته عن انه الشعوب بتنتظر خطوات حقيقية وملموسة نحو انخفاض الانبعاثات، وأيضا بناء القدرة على التكيف مع الانبعاثات الكربونية وتوفير التمويل اللازم لهذه الدول النامية برامج التكيف وبرامج التمويل مع التغيرات المناخية. أيضا يمكن شيء غاية في الأهمية هو إدراج بند الأضرار والخسائر، واللي يمكن لقمم كتير سابقة كانت الدول المتقدمة يعني رافضة هذا البند، فأعتقد أنه نجاح كبير للقائمين على قمة المناخ هنا في شرم الشيخ إدراج هذا البند. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وخلينا متفقين أن كل يوم من فعاليات هذا المؤتمر، مؤتمر المناخ في دورته 27، كل يوم بيحمل اسم، هناك يوم العلم، هناك يوم الشباب، هناك يوم المجتمع المدني، هناك يوم الطاقة، فكل يوم ليه عنوان. بالأمس بالفعل كانت جلسة التمويل أو يوم التمويل، وكان في 17 جلسة بدأها طبعا السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بافتتاح الجلسة الأولى. مصر قدرت خلال هذا اليوم أن هي تجمع كل وزراء مالية الدول المشاركة في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى الجهات المانحة ورؤساء البنوك الدولية، لأن هم المعنيين بهذا الأمر، هم اللي هيقوموا عملية التمويل. قدرنا ان احنا نجمعهم، وبالفعل كان في مجموعه كبيره جدا من الجلسات زي ما قلت لحضراتكم، 17 جلسه كانت موجوده امبارح، وناقشوا امور مهمه، ثلاث امور مهمه تمت مناقشتها امبارح: التمويل المبتكر وتمويل التحول العادل ودور القطاع الخاص في حشد موارد الاستثمار في الاستثمارات الخضراء. كل ده هدفه ايه؟ هدفه ان احنا نوصل لاستراتيجيه معينه نحو التحول الاخضر، وفي نفس الوقت نقلل الديون، نقلل او كيفيه التعامل مع الديون بالنسبه للدول الافريقيه. وده كان جزء من بيان مصر امام الجمعيه العامه للامم المتحده في نسختها او في دورتها 77، ازاي نتعامل مع ديون الدول الافريقيه، ازاي نقدر نقلل من هذه الديون وفوائد هذه الديون عشان نوفر راس مال، عشان نوفر فلوس، عشان نقدر نساعد بها في مشروعات الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده. أمور كتيرة تمت وتم التباحث حولها بالأمس. وخليني برضو أتكلم مع حضراتكم أن كان في دعوة صريحة للشركاء الدوليين، دعوة صريحة للشركاء من مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين في تبني أولويات القارة الأفريقية. وأولويات القارة الأفريقية طبعا عارفين مخرجاتها من الاجتماع اللي عقده وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة في سبتمبر الماضي. النهاردة يوم جديد بفعاليات جديدة في المؤتمر، تابعونا في صباح الخير يا مصر وفي القناة الأولى.